السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم شفت شخص يسأل عن برامج التورنت على لينكس. بالنسبة لي أنا ما أشوفه يعني شيء مهم، ما أحمل كثير، لكن في برنامج أستخدمه لو حبيت أحمل تورنت وفيه مميزات كثيرة. البرنامج اسمه كيو بيت تورنت، التحميل عن طريق السنابتك. تمام، افتح برنامج السنابتك هذا أو عن طريق الطرفية اللي يعجبك، واكتب كيو بيت تورنت حمله او عن طريق الطرفية بالشكل هذا. sudo apt-get install qubit torrent. اوكي، بعدين انتر، ودخلك بالسري انتر. طبعا ما راح يحمل بسبب اني فاتح السنابتك هنا. بعد التحميل البرنامج موجود مع برامج نتورك qubit torrent، او تحصل على برامج الانترنت مع الديبيان هنا، طبعا اذا كنت تستخدم الاوبن بوكس. عموما طريقة فتح البرنامج ما بشغلتنا، يعني تلقاهم برامج الانترنت. هذا الكيو بت تورنت. طبعا اذا كنت مستخدم عربي تحتاج اللغة العربية، سهلة، موجودة اللغة العربية، دعم اللغة العربية. تولز اوبشنز، راح تحصل هنا يوزر انترفيس لانجويج، اختر عربي، ابلاي، اوكي، سكر البرنامج وافتح من جديد. راح يكون عندك برنامج بالعربي. خلونا نشوف مميزات البرنامج او الاعدادات البدائيه للبرنامج. تروح الادوات، خيارات. بالنسبه لي انا احب انه لما اسكر البرنامج، طبعا كتحميل تورنت مع بعض الاحيان يصل اسابيع يمكن اشهر، تمام، لان احيانا تقصر الصراحه، فما ابي لما اسكر البرنامج خلاص يتوقف، فاحط علامه صح هنا، علامه صح هنا، بحيث اني لو سكرت البرنامج يكون موجود هنا ما يروح. حاليا لو سكرت البرنامج راح تقفل، ما راح يكون موجود بالسيستم تراي، لكن احنا نبي يكون موجود بالسيستم تراي، وهذا الشيء افتراضي او شيء طبيعي انه يكون موجود. فاحط علامة صح، علامة صح هنا. اوكي، هذا بالنسبة الى منك سكرت البرنامج. شاشة سبلاش اللي هي اول ما يطلع هذا الضفدع، انا ما احبه، انا بيطلع برنامج على طول، فاشيله. تأكيد تغلاق البرنامج، لما تجي تغلق البرنامج هل يظهر لك رسالة انه اسكر البرنامج ولا لا؟ طبعا ضرورية بالنسبة لي. بدأ البرنامج مصغر، بحيث انك لو فتحت البرنامج ما اطلع لك النافذة، يطلع يعني تطلع برنامج مصغر هنا. تطبيق، موافق. هذا بالنسبة للاعدادات البدائية. في بعض الاعدادات الثانية اللي ممكن تسويها انت اذا كنت تستخدم بروكسي معين او تبي سرعة معينة، اذا تبي او عندك بورت معين تستخدمه. اللي معجبا بالبرنامج وهو شيء نادر موجود ببعض البرامج، وبعض البرامج الثانية موجود، انه البحث داخلي، ما تبحث عن محركات بحث خارجية. فلما تبي تحمل شيء معين من هنا تبحث عن الشيء اللي تبي تحمله. خلينا نفرض ان بنحمل مثلا افلام، نكتب اسم الفيلم هنا مثلا، نحاول ذكر اسم فيلم مثلا رش اور. اوكي، شوف الافلام طلعت لك هنا، تضغط عليه وبعدين تضغط على تنزيل. تمام، وخلاص راح تحصل انه بدا ينقل هنا. بعد ما طبعا موجود وين تحصل الملف، تختار على فتح المجلد المستهدف، راح توصل للملف وانت جالس تحمله. طبعا انا ما ادري ليش حملت الفيلم هذا، ما بيه قديم ذي سنة جدي. هذا بالنسبة لطريقة التحميل وطريقة تشغيل البرنامج. الى هنا انتهى الشرح، ان شاء الله ما في شيء جديد. ممكن تضيف خطوة إضافية لك لما تشغل النظام، البرنامج يشتغل تلقائيا معك. أنا استخدم واجهة الأوبن بوكس، والأوبن بوكس مختلفة عن الواجهة الثانية، لكن أضف البرنامج إلى برامج بدأ التشغيل إذا كنت تستخدم جنوم أو غيره، وراح يشتغل معك أول ما تشغل النظام. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.